عملنا كل حاجة، كنا رجالة، لعبنا بقتال، كنا جنود مصريين شداد، ومهما كان انت مصر. زعلانين مقهورين جدا طبعا، بس فخورين بلاعبتنا وجهازنا الفني. ظروف صعبه والكل كانوا رجاله. شكرا كيروش وكل الجهاز الفني، شكرا لكل لاعب كان بيدي اضعاف 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 مجهوده. عملنا حقيقي كل حاجه، مفيش واحد قصر. راضيين جدا عنكم وراضيين على اللي عملتوه، زعلانين عليكم، زعلانين عشان كنتوا تستحقوا البطوله، بس مبروك على شهامتكم وجدعنتكم في الملعب، على حبكم للناس وعلى مجهودكم الخيالي عشان تسعدونا. مستنيينكم بنفس الروح والرجولة في كأس العالم إن شاء الله.